السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نرسم الروف. طب قبل ما نرسم الروف اقول له ان انا عايز ارسم وول، واقول له من هنا ان انا هرسم على ارتفاع البلازا اهوت، وابدا ارسم الحوائط بتاعتي. من هنا اختار بقى لاين ولا ارك ولا كيرف ولا جريد ولا فروم اليمنت ولا فروم سبيس، ومن هنا بقى تبدا تشوف تظبيط الارتفاع بتاعك. الشكل دوت. طيب لو انت عايز بقى ترسم السقف بتاعك فبتقول له architecture وتقول له roof. بس قبل ما بترسم الروف بنيجي هنا ونقول له ان انا عايز ارسم الروف، وممكن تحدد الزاوية اللي انت بترسم عليها، يعني ممكن تخلي الشغل بتاعك مايل. وبعد كده بتدوس مسطرة. المسطرة دي بيجيب لي الاختيارات ان انا عايز ارسم بقى ازاي، بليس بلوك او شيب او كذا، فتقدر نختار شيب وتبدأ ترسم، او تقول له انا عايز ارسم على شكل ريكتانجل مثلا اهوت، فتبقى انت رسمته على الارتفاع اللي انت عايزه.